تحكم انت طفله وتتزوج مع انترنيو مجرم منحرف، تقول على زوجته ودي صراحه داروا دراسات تقول لك يوفر لي الحمايه يحميني مهم وفر لي الحمايه علاه يوفر لي الحمايه بصح هذا منحرف مجرم لا يخافوه فرق بين يقدروه ويخافوه نعم. تقول لك نقبل باللي يخافوه نقبل باللي يخافوه وما يهمنيش اللي يقدروه لانه ما نقدرش نبني على اللي يقدروه ما نقدرش نعم. نبني على اللي قادره نبني على اللي يخافه بعد واش يولي يولي فتيات تلقاهم مع مجرمين يقول لك لانه هذا اللي يحميني بيان سور انسان اللي عنده دراهم وبالحرام وبالمخدرات وغيره ويتسابقوا باش يتزوجوا معاه على يقول لك حمايه منين تجيب الحمايه المال عنده سلطه المال نعم. يقدر يحميني هادو حنا احيانا نتصرفوا بلا ما نفكروا فيهم حاطفين نميلوا للقوه ناس تيمنوا الحماية ناس دايما ساكنهم الخوف ويحبوا التأمين وبالتالي وشي صرا يبدأ دايما المجرم يبدأ يشوفوا فيه بهذه الطريقة تعبلي هذا قوي